مرحبا، شكرا على المحاضرة القيمة. أنا مش عارفة أفتح الميكروفون، كنت بدي عندي تعليق وسؤال ومش ضابط معي. لا، خلصت المحاضرة بسيطة. شكرا ماشي. كثير على المحاضرة. المشكلة أنا ما حضرتها من أولها، هاي المشكلة، ومشان هيك أخذت فترة. كنت بدي أشاركك بالتعليق يعني والحكي، بس بالأول قلت أخذ فكرة بلاش أحكي إشي كان انحكى من قبل بالجزء اللي ما حضرتوش. وبعدها أفتح الكاميرا. أنتوا فاتحين الكاميرا، نشوفكم وتشوفونا. دورك جميل نادية، يعني بتعرفي قديش بنقدر أنا. وين الكاميرا؟ يقطع هالشغلة، أنا بشتغلش عليه على التلفون، دائما بشتغل على الكمبيوتر. وينك يا كانت معاذ؟ وينك؟ because the host موجود had موجود. آه شغل لا لا كاميرتك. لا لا طلع لي you cannot start the video because the host has disabled it. وين عمر؟ فيك تعطيهم؟ تمام، فتحت الكاميرا لحد عايز يفتح الكاميرا. معناه اعطيهم الصوت كلهم يا أخي. بيتوجه معي لنفس انت السبب. عامل لقاء كتير مهم اليوم، يعني كل الشبيبه والصبية. طب انا بقدر هلا، انا كلها بقدر يكون بقدر عندها هلا. بالتفصيل. تحياتنا هلو تحياتنا. هلو 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 دكتورة نادية، اهلا وسهلا. مرحبا، كيفكم؟ هلا نادية، هلا. مشتاقون والله، هلو مشتاقون هلو كثير يعني. كيفكم؟ بالي عندك والله احنا والله، الوضع خايف عليك كنت. لا لا طفش طفش، بس الوضع عندنا الصحيح إشي يعني سيء للغاية، سيء للغاية. تعرف الوجع الحقيقي هو مش في استشهاد الناس، الوجع الحقيقي في السرقة الكبيرة اللي عمالها بتصير لبلدنا. وإحنا هدول جماعة أوسلو اللي قاعدين ملبطين بالحكم، يعني ايوه مش كيف أموركم كلكم؟ زمان ما ماشي ماشي التقينا. ماشي ماشي يعني ماشي نحن الحال، ماشي. مثل ما بيقولوا نعيش في زمن الكوليرا في لبنان. بالضبط بالضبط بالضبط، زمن طيب الكورونا. أستاذ محمد كيفك؟ نحن ناطرينك بقى تيجي زور. ابدعت انا حبيب، ابدعت حبيب والله، كل كلمة منها كانت على الجرح مثل ما بيقولوا. مسجل المحاضرة صح؟ ايه عشان حابة أحضر منها. أبعتك. اي هذا والله عمر اي والله موجود، اي والله اي عمر كأنه بدها مسجل تحكي، المسجل. بدها تحكي ايه. بدي ارجع احضرها، ارجع اسمعها من الاول. لا بس الصحيح زي ما قال انا الدكتور معاذ، فعلا يعني هو اهم شيء المضامين اللي تم طرحها، مضامين خلي كل حدا يفكر. بالضبط 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 بس كثير كان مهم لو في ناس من الجماعة تبعون السياسات ورسم السياسات، يعني اللي بيكونوا ماخذين هالمناصب في الدوائر الحكومية وبيخربوا الدنيا. يعني بتعرف دكتور حبيب، أنا النقطة اللي كنت بدي أحكيها إشي كانت بس ما زبطش معي، اللي هي في كمان منيح الواحد يشير للبعد البيئي في الحفاظ على التراث وإحيائه. لأنه إحنا لما منعيد إحياء مناطق مبنية سواء كانت مدمرة أو بس مهجرة أو يعني متروكة من أصحابها، إعادة تأهيلها وإحيائها شوف قديش بيوفر عندك أنت كمان في الموارد المحلية اللي عمالها تنضب. تحديداً عندنا إحنا الحجر، يعني هذه قرى كاملة مبنية يعني من المادة الأساسية عندنا البناء بالحجر. طيب أنت بدال ما تيجي تبني مبنى ثاني أو بيت ثاني، أهل هذا المبنى، بتضرب 100 عصفور بحجر. أول إشي أنت بتعيد إحياء التراث، بتحافظ على التراث. بنفس الوقت أنت ما بتهدر مواردك الطبيعية يعني بهالمحاجر وتقتلع حجر أكثر. هي يعني انت بتأهل المبنى، وبنفس الوقت كمان ما بتساعد في الزحف العمراني هذا المخيف اللي عماله بيصير، يعني بانك تستعمل مناطق موجودة بس مفرغة. فيعني هذا البعد انا بحسه كتير مهم، يعني لما الواحد بيشير للسستينابيليتي انا ضد استخدام سستينابيليتي، لانه نحن انا طرحت مفهوم المحميه مش التراثيه جزء. انا ما بقول لك عشان انا الطبيعيه ما كنتش بالاخر، هذا طرحت مفهوم انه نحن يعني لنرجع نستعيد الريف من الناحيه البيئيه والايكولوجيه،
مفترض نطرح مفهوم المحمية التراثية الطبيعية. نعم. يعني ساعتها هذا بنقدر نحن ضمن سياسات محددة نقدر نحمي مش فقط المبنى التاريخي، لأنه خارج بيئته الطبيعية لا قيمة له. نعم. ما بدنا نحوله إلى مجرد مثل ما بقال قلت أنا استخدام ديفيد هاربي إلى مجرد سلعة. نعم. يعني نحن بنستخدم ببيروت أنه إعادة تأهيل بمنطقة سوليدير تحول التاريخ إلى ديكور للمطعم وللكازينو. السؤال هو إيه يعني الوقت اللي بالوقت اللي أنا على واجهة بحرية عندي نهر بيروت اللي تحول إلى مكان قمة التلوث إلى آخره، حتى بالريف الفلسطيني واللبناني، لأنه عملية التراث هي ليست مسألة البنى الفيزيائية والمادية، كمان المحيط الطبيعي الذي له قيمة تاريخية وتراثية بحياة الناس يجب المحافظة عليه. وأنا بعتقد هذه المسألة اللي نحن اللي عم يعملنا مشكلتنا هو السياسات الريعية. ما عندنا مجتمعات إنتاجية، ما عندنا نظام اقتصادي منتج يعتمد على الريوع وعم يتعاطى مع العقار باعتباره قداش بتزيد قيمته وقداش بيع منه حجر وبطلع منه بترول وبطلع منه غاز وما بعرف إلى آخره، ما عاد له قيمة فعلية بيئية بحياة الناس، صار قداش بيعمل مردود مالي، وإلا كل رمال الصحراء كانوا باعوها. صح. الصحراء أنا اليوم بأحد ما بعرف قداش فين استخدمه بنقاش بين ماركس وأنجلز، بيعجبك هذا التشبيه إنه مسألة عند الأوروبي، عند الأوروبي كيف تتحدد قيمة الأرض، وعند العربي كيف تتحدد، لأنه في مساحات شاسعة من الرمال ما بتزرع وما فيها ما شو قيمتها. عشان هيك الدولة عندنا الدولة ما اهتمت بملكية الأرض، بينما بأوروبا كانت ملكية الأرض صار عليها مذابح. نعم. لأنه الأرض هي بندرة وبالمناخ عندهم أرض زراعية كان لها قيمة كتير عزيزة على حياة الناس. فالأرض هي اللي كانت أساس بالإقطاعيات الأوروبية وبعظمتها وصولا إلى الثورة البرجوازية والصناعية. وهذا الموضوع عندنا نحن، يعني اللي عم تقولي أنت إيه طبعا نحن بعد عندنا أنماط منظومات بيئية، إذا ما لحقنا حالنا رح نتلوث من دون ما نكون عم نعمل حداثة. يعني ألمانيا إذا صار عندها تلوث بس عملت صناعة ترفع ثمن صناعة، نحن ثمن إنه نحن مجتمعات مستهلكة ونقطة على السطر. نهر الليطاني عندنا ملو خرب خلص انتهى، هذا نهر يعني بيمرق بلبنان صار مزقلة، في عنا صار مشكلة عبء بيئي على الناس من شان كم مصنع أو كم مجرور عم ينزلوا فيه. للأسف النيل اليوم، النيل اليوم إذا ما تحافظ عليه باعتباره مصدر الحياة تنتهي مصر. شوف صراع اليوم اللي حاصل لما رحنا على مصر شط وقت التحكيم تبع جائزة التميز، رحنا على الإسكندرية، فجأت أنا بذهني صورة لسي فرونت هيك، إنه يعني كيف الواحد بيكشف كل الساحل وإنه العمران والشاليهات الإشي on the other side. يعني اللي تفاجأت فيه إنه البناء عماله بيتم على الشاطئ نفسه وعماله بدمر الطبيعة، وكل ييتها مباني بتقيمها ال شركات تابعة للجيش، المؤسسة العسكرية، يعني الجيش عندهم أكبر مستثمر. هذا عمر معنا، عمر زميلنا من مصر يعني في يحكيك في جاوبك. إيش معقول أنا اللي شفته هذا؟ يا عمر مع حضرتك دكتور. هلا الله يكرمك دكتور. هو في مصر الحمد لله مشاريع كتيرة بتتم بشكل قوي جدا، ويعني ان شاء الله في كود هيصدر قريب عن السمارت سيتي تبع المركز القومي لفحص البناء، فده هيخلي ان شاء الله نلاقي نهضة حضرية موجودة في مصر تقريبا ما يقارب من 30 مدينة جديدة هيتعمل ان شاء الله، ويعني هي اكبر سوق دلوقتي، يعني بدأ ينافس السعودية في المشاريع وحجم المشاريع اللي موجودة ان شاء الله في مصر بإذن الله دكتور.
بس في اهمال على فكره، في اهمال. انا رحت على الاسكندريه، الاسكندريه في اهمال، يعني بتحسي كل شيء عم يتحول الى غبار، وهذا الاهمال سببه بواقع المباني عمالها بتتهالك وفيش حدا عماله بيهتم فيها بصيانتها. وسألت كتير، دكتورة ابتسام فريد كانت معنا بتقول لي فيش مصاري، فيش ميزانيات، وفي ناس معنيين انها هاي تتهالك وتسقط، عشان بالاخر في مستثمرين يعني طمعانين يعملوا عمارات عالية محلها. بعد إذن حضرتك، أنا كنت ساكن فعلا جنب بيت حامد سعيد، ده يعتبر أول بيت بناه حسن فتحي، وبيت أثري كان تقريبا من الخمسينات، وفعلا انتهز فرصة وفاة زوجة الفنان حامد سعيد، وتاني يوم راحوا مكسرينه. وفي برضه القرنة اللي هو بناها المهندس حسن فتحي وعمل الكتاب بتاعه عليه. دخلنا احنا في حوارات كتيرة جدا، لأن هم الناس عايزة تهد البيوت وتبني حاجات بالخرسانه والحاجات دي كلها، لان عندنا مشكله في الوعي. انا مش عايز اتكلم بس عشان الناس بتزعل، بس انا بحكي عنك. انا بحكي عنك. معاذ بيحكي. بشار وينك يا بشار؟ هو في مسلسل مصري كان يعتبر بيحكي عن المشكله ديت، اسمه الرايه البيضاء، مسلسل رائع جدا، بيحكي عن قصر حقيقي كان موجود، وفي ناس اشتروه مخصوص عشان يهدوه رغم ان هو مبنى اثري. فمحتاجين فعلا لاعمال فنيه ومحاضرات من حضرتك ومن الدكتور حبيب ومن الدكتور معاذ، بحس ان الناس تبقى عندها وعي باهميه الموضوع. والله شوف اقول لك، الوعي شيء مهم جدا جدا جدا، ولكن الأهم منه القوانين وتنفيذ هاي الأنظمة والقوانين. يعني لما بيبقى أنت عندك فيش قوانين تحافظ على هذا التراث، أو في قوانين ولكنها غير مفعلة، تمشي على ناس وبتمشيش على ناس تانيين، هون مشكلة كبيرة. فهاي بدها نضال، يعني خلينا نقول على صعيد مجتمعي بشكل عام، لأن القضية مش قضية فنية يعني، ومش قضية بس توعوية، لا لا، في عندك أنت في عندك مافيا التراث. لكن التراث مشكلته التهميش، لأنه استخدم كثير بإيديولوجيات الإدارات، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وإعادة تشكيل العالم العربي. في بلدين كان عندهم مفاهيم وكان عندهم حركة، في مصر والعراق إذا بدك بتاريخهم المعاصر، وهي مسألة كتير جدية. نحن كمان تأثرنا بلبنان، تعرف لبنان أكثر ارتباطه بدولة مثل فرنسا، وكان المنح الأركيولوجي هو الأقوى، لكن بدولة مثل مصر، دولة مثل العراق، لا، كان في حركة محلية أسست وانعمل أنماط معمارية محلية أسست لحداثة على مستوى المدن الأساسية مثل القاهرة، الإسكندرية، بغداد، وهذا من القرن التاسع عشر، مش بس من هلأ. وأنا رأيي من شما يعني بدأ دراسات عميقة جدية بهذا المجال. هلأ أسألي، كان في واحد بيعرفه حسن فتحي إلا إذا ذكرنا لهم بعض الأساتذة؟ كان في واحد بيعرفه رفعت الجادرجي؟ كان في واحد بيعرفه محمد مكية؟ كان في واحد بيعرفه هودي أعلام العمار العربي؟ لا، عندنا بالعالم العربي بالقرن العشرين كان في أعلام حاولت طرحت. المؤسف أنه بقي التجارب فردية، يعني الله يطول بعمره معاذ بيناتنا، يعني مفترض يعني معاذ هلأ بوجوده يلعب دور أساسي. بقايا لا مش بقايا، أنت قصة كاملة، أنت الراوي الأساسي. انت راوي ضمائرنا التي ما زالت حية. انا بعتقد الى الدور استثنائي. بس انتم بقيتوا تفهموني يا حبيب، بس انتم بقيتوا تفهموني، هلا ما حدا بفهمني خاصة في العراق. اي والله. دير بالك معاذ، ما انا وياك متفقين، مش على طول الاكثريه معها حق.
مش هتقول لك لا والله ابدعت هو هذا الحكي اللي بريده وهذا اللي لازم يفهموه، وهذه الجامعات لازم تستوعب هذه المشكله بالجامعات، ما عم تستوعب ابدا، عم بتخرج هيك قطعان من العماره من المعماريين قطعان. هو صار مفهوم العمارة مفهوم فرد عضلات، أنا هيك صرت أشوف يعني. وهيك صار هي كلها عمارة مستلبة بتأثيرات خارجية، تم تجريدها من أبعادها الاجتماعية الاقتصادية الإنسانية يعني بالآخر العمارة هي حياة، تعكس حياة يعني، المفروض فروسية 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 دائما أنا أقول فروسية. حلو التعبير فروسية. شيخ عمر حلو التعبير. أحوال بشر في إيدك يعني، خاصة في الأربن ديزاين تهجر وتبدل بنية وتبدل مثل ما هلا عم بيصير، المعماريين عم بيطمسوا الهويه. هذا يقظان معنا يا معاذ، يقظان معنا. مرحبا معاذ، شلونك معاذ؟ لو انا يقظان وين شي ما تشوف شكبرني حتى ما تشوفني. ايات هسه شفتك بس انا بس دكتور حبيب، بس عندي فد مداخله كلش بسيطه يعني، محاضرة أني تمتعت فيها ويا ريت تكون لها تسجيل حتى نسمعها مرة ثانية استوعبها أكثر. بس أنا قاري إلى جابري، جابري يقول أنه إحنا العرب ما عندنا مفهوم الهيريتج، عندنا التراث مفهوم الوراثة وليس مفهوم الهيريتج. الوراثة تعني يعني لما أنا استورث شيء اللي الحق أنه أعمل بما أشاء، بينما الهيريتج لا، مو ملكي، هذا ملك التاريخ ملك الشعب. ولهذا إحنا عندنا التراث مهمل ومدمر. بس هاي مداخلة ما تريد تقول هذا دور تركه 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 يا تركه يا تركه أقدر أسوي بها ما أشاء يعني، بينما الهيريتج لا، لأنه هذا تابع إلى شعوب إلى شعب إلى التاريخ يعني. هذا الفرق، هذا إحنا العرب ما عندنا مفهوم الهيريتج، مفهوم الوراثة فقط. الوراثة أقدر أسوي بها ما أشاء. بس لحظة، هل بس على كل شكرا جزيلا. أنا أختفي. شكرا 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 نايس سينج يو اني نادي، والله كان بالي عندك. اوكي مع السلامه. شكرا رافي، ما سمعنا صوتك. انا سعيد جدا بحضراتكم الحقيقه يعني، ودي يعني من اجمل المحاضرات او من اجمل اللقاءات اللي انا يعني شفتها هنا، وبنشكر باشمهندس عمر سليم جدا جدا. بس ده بيرجعني برضه لنقطه قلتها لحضرتك، ان يا ريت ان ال 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 العماره فعلا هي ما يثبت ان انت بتسير طبعا، والتراث موجود. يمكن الفتره الاخيره او الفترات اللي هي يعني هتتكتب في التاريخ في سطرين ولا حاجه بعد كده، يعني ان احنا نحاول نجد الوسيله ان احنا نحافظ على ما بقي او على اللي في ايدينا. وطالما المناقشه اتفتحت بهذا الشكل الجميل وهذا الشكل المخلص لبلادنا ولديننا وعقائدنا ولتاريخنا، وصف هذا مش بتكلم على دين مسيحي او مسلم او يهودي، لا انا بتكلم على، لان فعلا مجموعه تراث في المنطقه العرب في المنطقه بتاعتنا ده تراث غني جدا جدا وقوي جدا ومن اقدم. انا معلش بعذرك، انا مهندس مدني على فكره، وما جيش يعني نقطه في كل ما تعرفوه يعني، انا يعني نفسي انا قاعد بتعلم منكم وبسمع، لكن يعني بيزكلي انا بتكلم في الاداره اكثر اي حاجه دلوقتي. فأنا اللي أنا برجو، هل إحنا ما فيش وسيلة إن إحنا نقف النهاردة يعني، بدل ما إحنا قاعدين نقول إن إحنا ثقافتنا ليس في الراس، لا فيها، إحنا لغاية أبهاتنا لغاية مش أجدنا يعني لغاية 1900 وحاجات كثير يعني 1900 وشوية كان موجود، وحاجات تراثية موجودة وهيئات التراث موجودة.
يعني في عمان والله ما كان مسموح ان انا اقطع شرب واحده وانا بشتغل في عمان في صحراء الا لما اكتب طلب واسب السبب ايه. دي فيها ومحافظ تماما على كل ما فيها. اللي انا بقول دلوقتي هل احنا من هذا التجمع الجميل والاساتذه الرائعين والدكاتره العظام يعني دكتوره ناديه وحضرتك وبقيه الاساتذه الكبار اللي اتكلموا، هل ما فيش وسيله ان احنا يعني ايه ندرس كل واحد في مكانه بموجب هيئه معينه او بطريقه معينه لا علاقه ضروره بالسياسه ولا بالاقتصاد ولا بحاجه خالص، ان احنا نستوب التدمير او هذا النجلكشن للايه لما نحمله من تراث، ونحدد بالضبط ما بقي عندنا اهو زي ما هو اهو، ويبقى في شكل معين وريكومنديشن معين ازاي نحافظ عليه لوقتنا الحالي اللي هو الخطه اللي هي بتبقى الخطه اللي هي اللي بتكلم بقى حته شويه فيها شويه اداره، يعني يبقى عندنا خطه استراتيجيه، لان مش ممكن التراث بتاعنا هيبقى له مستقبل الا اذا كان له حاضر. فالحاضر ما هوش محدد ولا هو ديفينيتيف، لانه حصل فيه تدميرات كثيره قوي باسباب كثيره، اسباب حروب، اسباب اهمال، اسباب تسلطات معينه. هل في وسيله ان احنا نحافظ يعني على what we have now، شغلنا عمان مانتون ده اللي انا بقول عليه، وازاي نعمل بقى بيز وفاونديشن للتراث اللي جاي بقى، ما نبقاش ان احنا خلاص اتدمر حاجات كتير جدا. وانا معاك وانا شايفه وشوفنا بعينه كل حاجه لاي سبب من الاسباب، لكن هل ما فيش طريقه معينه ان في كل مناطق خصوصا مثلا زي فلسطين، مصر، الاردن، لبنان، سوريا، العراق، كل كده نشوف طريقه ان احنا نقف نشد سطر النهارده ونقول والله يا اخواننا احنا ما بقي عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، ما يمكن عمل ريهابيليتيشن لو نظبطه كذا وكذا وكذا وكذا، توقعاتنا للقادم كذا 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 كذا. احنا كده اضعف الايمان حفظنا لابنائنا والاحفادنا والاجيال اللي جايه ما بقي من اللي حصل في السنين اللي فاتت اللي هي دمرت عنا كتير قوي. طبعا بشكركم على سماع صوتي، انا عجزت على فكره، يعني انا مش شباب لكن الشباب بعدك شيخ الشباب، لكن لا الله الشباب الله، انما انا الحقيقه يعني انا يعني همي دلوقتي كيف نلحق ما نحن فيه ونعمل منه اساس للتطور اللي جاي، لان اذا ما كناش هنعمل كده يبقى عليه العوض، يبقى التراث اللي عندنا انسى. وبعدين برضو نقطه ثانيه برضو جراد على باشمهندس عمر وعلى وكده كنت كمان كنت بقوله في السعوديه لما كنت هنا بقول لاخواننا اللي عايز يشوف مبنى اخضر يلحق يشوف المباني اللي بتتهد مثلا في نص الرياض، اللي عايز يشوف وفي مصر وفي كل حته المباني القديمه كلها التراثيه كلها جرين بيلدينجز وكلها سستينبل، يعني اذا كان بيطلعوا سستينابيلتي او بيطلعوا جرين بيلدينج او بيطلعوها من التراث القديم بتاعنا. معلش انا اسف ان انا بسيب نقطه زي كده، هي طبعا قد ينتبه بعض السياسه او بعض الكلام، لكن احنا مش واحنا بندرس والله ربنا اقدرنا وقدرنا نحافظ على ما تبقى ويبقى اساس لما هو قادم، يبقى كثر خيرنا احنا يعني ايه احنا يعني انا بتكلم عن نفسي احنا يعني نعمل حاجه بس يعني ما تروكش الامور لهذا الشكل يعني. وطبعا انا سعيد جدا جدا والله ربنا يعلم انا سعيد جدا بلقائي معاكم النهارده وتعلمنا منه الكثير وتعرفنا على افاضل ودكاتره كبار. كتر خيرك باشمهندس عمر الحقيقه، يعني دايما كده يعني بتجيب لنا حاجات جميله وتفاجئنا باساتذه وعلمائكم، وشاكر جدا جدا جدا، ولو في اي رد انا يعني موست ويلكم. يعني انا بشكرك جزيل الشكر على شغفك وعلى روحك اللي اديتنا اياها اليوم. يعني انا بعتقد ان الكلام اللي قلته، انا بفتخر انه من زملاء الفلسطينيين خاصه بالسنوات يعني مش من زمان بداوا تجربه كتير مهمه، يعني من تجارب زميلتنا ناديه حبش، هي مرممه وهي عندها مجموعه اعمال بهذا الاتجاه لتكريس مفهوم الحفاظ على الارث، لانه بفلسطين الحفاظ على الارث له بعد غير البعد الاقتصادي والاجتماعي، له بعد الهوية، له بعد، لأنه بيريز قال جملة، أنا من الناس اللي اشتغلوا بإعادة أعمار
المناطق التي دمرت بعد حرب تموز ببنت شبال بشمال فلسطين، هم يستندون إلى مقولة أرض بلا شعب شعب بلا أرض. عندهم مهمة تدمير إرثنا وتدمير أنه نحن متجذرون في هذه الأرض. أنا بعتقد زميلتي نادية من الناس اللي تحكي بدأوا بتجارب كتير مهمة على مستوى خلق وعي اجتماعي، خلق تجارب على المستوى الفلسطيني. زملائنا برواق يعني في مؤسسة عم تعمل جهد جبار، التقينا نحن وياهم في بيروت، عملنا نوع من المؤتمر سويا حول الجهد اللي عم يعملوه. أنا بعتقد في يعني يجب أن نبدأ من مكان الذي هو المؤسسات المدنية والاجتماعية والمتخصصين، وهي مهمة على فكرة، مهمة إذا بدك رسالية يعني بالكلام، هي مهمة رسالية. إرثنا الإنساني هو رسالة يجب أن يترهبن من أجلها الإنسان، أكيد. كان مهندس أو غيره، يجب أن تخرج من إطار الريع، لأنه قلت أنت كلمة، هذا إرثنا للأجيال القادمة، هذا إرثنا الذي يحيا ويستمر بأن يكون نافعا للناس. إذا لم يكن نافعا ماديا سيكون نافعا معنويا. اكتفي بهذا القدر. أنا الله جزاك الله سميتي نادي عندها تجربة. أنا عندي ومحمد ناطرينك. مساء الخير جميعا حبيبي الحبيب. أنا دخلت للمحاضرة الحقيقة متأخر شوي، بس باين أنه كان فيها قيمة كبيرة جدا. إن شاء الله راجع التسجيل عشان تتحقق الفائدة. أنا بس حبيت أشاركك وشارك الأخوان بنقطة، أنه أنا بكلمكم الآن من البصرة، أتردد على البصرة من وقت لآخر. الشيء المفرح في هذه الزيارة اللي شفته أنه لأول مرة بشوف تقدم وليس تراجع في عملية الإعمار، في عملية الخدمات. وأشوف أيضا في المحافظ البصرة الحالي، يعني شخص نشط جدا وواعي، بشوف لأول مرة اهتمام بموضوع الهوية، موضوع عدم بإعادة الإعمار، عدم تخريب الموجود، مثلا عدم تخريب التراث والماضي والمعالم اللي تحدد الهوية. فشيء مفرح جدا، وأحييك مرة ثانية حبيبي حبيب، ونلتقي قريبا إن شاء الله. يلا بنتظر. حبيت بس نسمع أخبار البصرة يعني. إن شاء الله. حبيت أزيد لدكتورة نادية العزيزة، ما بدي أحكي كثير يعني وأمدح كثير، لكن أنتم في فلسطين حقيقة رفعت رأس. شكراً كثير. والله دكتورة نادية، والله يعني أنا شايف النهاردة الشعب الفلسطيني ربنا يبارك فيه ويبارك في الشعب الفلسطيني كله، هو اللي شايل همنا كلنا، ومش همنا بس، شايل هم الإنسانية كلها، لأن ما حدش فاهم اللي بيحصل. الناس فاكرة إن هي المشكلة مشكلة فلسطين أو مشكلة العالم العربي، مشكلة العالم كله. معلش ده سياسة، أنا مش بتكلم في السياسة، لكن أعدائنا، مش عايز أسمي ولا هو عشان مش بتكلم في السياسة، عايزين الحتة دي عشان يدور بها العالم كله ويفسد العالم كله أكتر من نفسه. إنما الهدف مش محلي، الهدف عالمي. ربنا يخلي الشعب الفلسطيني وكل ما كتب عليه فلسطيني وكل ما سمي بالفلسطيني، لأنه النهاردة بيدافع عن العالم كله، عن الإنسانية كلها، عن التراث كله اللي في العالم كله، في العالم كله، شمال وجنوب وشرق وغرب، وهو اللي واقف للاتجاهات المفسدة. ربنا ينصره يا رب، وينصره من عنده، لأنه هو يعني أنا مش بجامل، أنا ليا إخوة فلسطين والله ما شفتهم بقالي يمكن 10 سنين، لكن على اتصال لغاية النهاردة. ربنا يبارك لكم، أنتوا شلتوا الهم وشايلين وبدافعوا عننا كلنا، وكلنا ممنونين. ويعني حتى مطالبكم حتى دلوقتي بزيادة بقى أنكم تاخدوا بالكم من التراث كمان، وتعملوا دراسات وتعملوا، فيعني إيه، أنا شاكر جدا والله، سعيد جدا برؤيتكم النهاردة. والله دي من اللحظات الجميلة اللي أنا ما عشتهاش من زمان قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، وشكرا للبشمهندس والله ربنا يبارك. شكرا. وتحياتي لكل ما هو ترابه، حب التراب ذره في فلسطين كلها من اول الاخير. تحياتي لكل ربنا يبارك. شكرا.
شكرا كثير. اي وقت اي حاجه ان شاء الله تحرير العالم كله من هذا ال الله يفتح عليك. نبدا من فلسطين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بركي من عندنا بلشت الثوره الحقيقيه هاي. ربنا يبارك فيك. هم صاروا مستعمرين معظم العالم العربي، مش يعني مش على الارض ولكن مستعمرين. اه معلش يعني حاجات اوحش من كده في التاريخ واتكتبت في سطرين. يعني هم بقالهم دلوقتي 70 80 سنه، تاريخ ان شاء الله ربنا يكتبه في سطرين وقد انتهى التاريخ كذا، وان شاء الله يكون قريب ان شاء الله وعلى ايد الشعب الفلسطيني. انا ان شاء الله على ايدنا وبدنا داعمكم. يا ربنا يخليك. بشار بده يحكي. اسمع بشار، اسمع اخونا بشار الشامل. شكرا دكتور، شكرا للجميع. تحية يعني بلاد العربي أوطاني للجميع إن شاء الله. أنا مداخلة بسيطة، وأرجو أيضا التعقيب والنصح والتوجيه من أساتذتنا الكرام. إحنا يعني موضوع يعني اليوم نحكي عن الهوية والخصوصية والتراث، ونعرف التراث ما حسب المعايير من 75 إلى 100 سنة. إحنا موضوع اليوم الآثار، اليوم الآثار الموصل، الآثار الآشورية طبعاً هدمت واعتدي عليها من قبل الجهلة وغيرهم. اليوم ما تذكر ضمن الموضوع. يعني اليوم احنا مثلاً بالعراق، يعني أنا اسمحوا لي أنه أدخل بهذا الموضوع. يعني اليوم احنا نحكي عن مدينة الموصل وأعمار مدينة الموصل بعد هذا الغزو الماء، يعني لكل الصفات ما أعرف أنه أجيب عليها صفة. يعني لا يكفيني أنه الصفات اللي ما يقال عنها الآن، أنه هدمت هاي الأثار، أثار النمرود، الثور المجنح. يعني هذا ثلاث نسخ من عنده بالعالم، والنسخة اللي موجودة بالموصل تهدم. يعني هذا ما معني بالنسبة للمختصين بالعمارة وغيرهم. اليوم نتحدث عن مركز مدينة الموصل. من الممكن مثل ما تفضل الدكتور الحبيب الصادق، يعني انه ممكن انهم اعاده احياء التراث او اعاده مثل التجارب العالميه، مركز مدينه يعاد كما كان والتقنيات الحديثه وغيرها. وطبعا حتى يعني الماستر بيلدرز، يعني اليوم ابنائهم واحفادهم، ومن الممكن بصوره او باخرى يعني تراث ما قبل 100 سنه ممكن انه نعيده، او ممكن أنه نصل إلى درجة منه. بس إحنا اليوم نحكي عن آلاف السنين، يعني ألا تستحق الذكر؟ كل ما اليوم يتحدث عن الموصل عن ما حدث من تخريب بمركز، وكأنما المعمار معني فقط بمنطقة التراث ضمن هذه 70-80 سنة أو 100 سنة اللي فاتت، أو معني بمركز المدن، وكأنما ليس بمعنى بالآثار اللي تمتد إلى آلاف السنين. أم هي يعني تستحق أنه تسمية أخرى أو مساحة نقاش أخرى؟ يعني فقط أنه يعني اليوم أثارني، يعني الحقيقة أنه كان أنه على السوشيال ميديا أنه بوست يحكي عن مدينة الموصل، وأنه تحريرها أدى إلى دمار مركز المدينة وغيرها، وما اتطرق إلى منطقة أهم، منطقة أنه أثر يمتد إلى أكثر آلاف السنين، إلى أكثر من إلى 4000 سنة أو أكثر. إنه أنا هذا شلون أعيده؟ أو ما ولا يوجد ذكر لهذه الجريمة ولمن قام بها، وكأنما نحن يعني أو ما أنا ما ذكرته، أو قد يخني التعبير. يعني لست ببلاغة الحبيب الصادق، لكن ما يعني ما يثار من نقاش ومن دراسات ما طلعت عليها، والإنسان عدو ما يجهل، ما طلعت عليه وكأنما ما يدور حوله، أو وهو يعني في منطقة قراءتي ومنطقة ما يعرض من الوسائل الاتصال اللي هي ما 70 سنة وحتى الآن، وكأنما ما قبلها لا يدرس، لا يعد من التراث. هذا كان سؤالي، وأرجو يعني النصح والتوجيه. شكرا جزيلا. هيك مش قصة نصح، أنت طرحت شغلي أنا لأنه ضيق الوقت،
على كل حال في قضية تهمل بعالمنا العربي بشكل عام. العالم العربي أغلب مدنه خاصة المدن الرئيسية هي مدن متراكمة من يعني أقل مدينة في الدهر 2000 سنة، أقل مدينة عربية ما في، يعني حتى بغداد مش بنوها المسلمون، هي بغداد موجودة قبل الإسلام بآلاف السنين. يعني القضية الأساسية نحن بغداد، عفوا للمقاطعة، يعني بغداد اليوم أنا مثلا أسكن منطقة الكرادة، التسمية اللي بلاد وادي الرافدين هي كلواذة، والآن يعني توجد آثار في بغداد تمتد إلى آلاف السنين. أنا صحيح أستاذنا، يعني حصافة علمك والله أنا عاجز أنه أنا أوصفها والله. هو الحقيقة ما هو ده المقصود، يعني هو يعني التراث اللي عندنا يعني مش عايز أقول آلاف السنين، يعني الأرقام ما تكفيش، عشان كده المفروض يبقى فيه يعني إيه، إحنا هي وقفة ودراسة ثقافية موضوعية حالية عشان نتحدد بالضبط إحنا فين بقى دلوقتي. الموضوع مش هيجي بمجهود فردي أبدا، يعني لازم يبقى فيه نوع من الاقتناع بمسؤول معين يقدر قادر على انه يعمل كده، ان هو نقف بقى عند كده ونحدد ايه اللي موجود بصرف النظر بقى، ما نزعلش على اللي فات، ادي احنا في اللي احنا فيه بنحدده. يعني مش خط النهارده مثلا 10/6 بعتذر الرابط. المشكله اللي نحن عم نعاني منه يمكن في روما عندها تجربه، وروما لانه مدينه لم تدمر عبر حتى لما بالحرب العالمية الثانية، حتى لما دخل هتلر على فلورنسا ولما دخلوا ما دمر، بقيت الآثار موجودة. نحن وعندهم تجربة عميقة هم وإسبان وبعض كم دولة كيفية التعامل مع الآثار داخل النسيج المدينة. نحن مدننا العربية في إهمال منقطع النظير بعلاقتنا مع الآثار ضمن المدينة. يعني ما بديش أحكي هلأ بمصر منو محلول بشكل منطقي الأهرام بعلاقتهم مع القاهرة، يعني من يدخل إلى الأهرام ما في شيء بالمعنى مخطط ومصمم بطريقة مبتكرة عالية القيمة طليق بمصر كدولة. بالضبط في شيء ببيروت، لا فوت على بيروت هلأ بتلاقي 10-12 حفرية أثرية قفر ما في لهم صيغة لحياتهم ضمن إعادة التكوين المديني المعاصر لمدينة بيروت. بغداد نفس الشيء، الموصل مثل ما أنت فضلت. أنا بعتقد ما رح ننطر، يعني عم ننطر من حدا يجاوب عليه. أنا أعتقد اليوم مطلوب مننا كلنا سوا من جامعاتنا بالتحديد أن تكون هاي مشاريع للابتكار لأنه أدمغتنا يجب أن تشترح أفكار تناسب واقعنا بكيفية فهمنا للأثر داخل النسيج المديني، كيفية حضوره ضمن التخطيط الحضري المعاصر مع الحي التاريخي الحي مع المدينة المعاصرة. اليوم يعني بمدن مثل نابولي حصل تدخلات من 20 سنة على فريات أثرية بقلب وسط نابولي، نفس الشيء بأوروبا. أنا بعتقد السؤال اللي عم تطرحه سؤال كتير أساسي، سؤال يشكل ثغرة مخزية بعالمنا العربي، كيف يحضر الحقل الأثري ضمن النسيج المديني المعاصر باعتباره قيمة حضرية وليس عبئا تقنيا على مخططي وعلى مديري المدن. هذه عقدتنا. عندنا تعرفوت على بيروت في 10-12 حفرية محفورين، تعرف انه في حفريات عمرها 1800 سنة، بيروت المساور 1800 سنة متروكة إجوا عملوا أسواق بيروت المشهورة التي تأتي الناس تتسوق، ركبت على حفرية أثرية تؤرخ لبيروت الكنعانية ب800 قبل الميلاد، حي كامل تم ركوبه بدون أي صيغة لكيفية تحويله إلى 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 مسار حق عام للناس، صار تحت مبنى، صار ديكور للسوق. ما بيصير نتعامل بهذا الاستخفاف. اللي عم تطرحه هو هم
اليوم حصل نقاش على فكرة بعد انفجار المرفأ ببيروت على مدى 7 أشهر لـ60 اختصاصي من كل الجامعات وكليات العمارة بلبنان حول هذه المواضيع بالتحديد. هل نريد اليوم أن نحول مناطقنا التاريخية إلى مناطق للاستثمار الرأسمالي الطبقي والذي يستثني المناطق التاريخية ويعتبرها ديكورات لمصالحه إن كانت مطاعم أو فنادق أو متاجر، أم يجب أن يكون مساحة لإعادة استثمار الحياة وإحياء حياة الناس من كل الفئات الاجتماعية، أن يكون استثمارا في إعادة دورة اقتصادية ذات بعد محلي بالاستثمار المحلي بأموال محلية. ماشي، على كل حال هذا موضوع أنت بشار عم تطرح قضايا أنا بعتقد أقترح عليك هلأ وأقترح على نادية. أنا بتمنى أنه ممكن نحن ننظم هلأ جايين على جائزة الجادرجي وعلى إقامة ندوات، ما بعرف يمكن نحن كمؤسسة الجادرجي أو نحن وياكم كجامعة لبنانية أو كنقابة المهندسين معنا مشكل. أنا بتمنى في مسألتين كتير مهمين يعني تراحهم بشار، في حدا يحكي عن الواقع التاريخي والتراثي لمدينة بغداد؟ القاهرة بنعرف في شغل كتير عظيم عنا وممكن نحكي يعني يمكن ينظموا، بس فينا نحضر ندوي حول بغداد؟ شو هي تركيبة التراث في بغداد؟ بغداد اسم كبير، بس هل في بغداد مركز تاريخي؟ في أجيال كاملة مش بس طلاب معماريين ما بيعرفوا شو في بغداد. بغداد اسم كبير بس شو في؟ صحيح صحيح، شو في بغداد؟ هل يوجد مركز تاريخي أم يوجد أحياء تاريخية أم بقي مباني تاريخية موزعة على مدينة بغداد؟ نادي أنا بهمني أنه اليوم يجي ينحكى عن التراث العمراني الفلسطيني. كل تاريخ منظمة التحرير سوّت فولكلور فلسطيني، الطعام الفلسطيني، اللباس الفلسطيني، عن طريقك وعن طريق رواك عرفني أنه في إرث فلسطيني عمراني عميق متجذر خاص بالشعب الفلسطيني بكل قرية وبكل بلدة. فينا نعملنا شيء بهذا الاتجاه؟ أكيد أنا مليان لنعمل شيء بهذا الاتجاه. نعم أنا بلشت أعلم طلابي أن يعملوا مقارنة بين جنوب لبنان وتراث الموجود من الشمال وشمال فلسطين، لأنه تراث عمراني مشترك بمواده بعناصره بأنماطه بمرجعياته إلى آخره بعلاقاته بتاريخه الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والأنثروبولوجي. على كل حال أنا بعتقد نحن بحاجة لهيك فعل وهيك أبحاث. علاقة غزة مع مصر يعني فيرف هذه الأرض قبل ما تصير فلسطين ومصر ولبنان وسوريا كانت أرض واحد، ما عمرها القصة 100 سنة، ما عمرها 100 سنة، إرثها مشترك. نعم. إرثها مشترك. أنا بعتقد يعني ما بعرف هلا سهرناكم كثير وسهرناه لعمر يمكن. لا سهرتنا دكتور. أنا حابب أسمع رافي. رافي ما بعرف إذا تعرفتوا عليه لزميلنا. طبعا. سوري عايش في الكويت من النشيطين واللي وفق لأشغال رفعت بالكويت واللي اشتغل وكان لنا محاضرة شيقة معه المرة الماضية. ما بعرف وين ما سمعتناش يا رب، مع انه كان في حضور كثير مهم اليوم. تسلم دكتور. القصه ما فيها بانه المحاضره حقيقه دسمه لابعد حد وفي محاور كثير عديده تم التطرق لها، فانا كمان بدي عندي اسئله كثيره بس كمان بدي اتابع المحاضره لمره ومرتين وثلاثه لانه انا مؤمن بانه قراءه الكتاب مره واحده ما بتكفي ومتابعة محاضرة بهالغنى هذا كمان مرة واحدة ما بتكفي. هلأ الموضوع مثل ما قلت لك متشعب، يعني كل المدن العربية تبنت على مراحل وفيها مستويات، فيها layers، والعلاقات ما بين هي layers تقريبا غير مفهومة حتى بالنسبة للناس الأكاديميين اللي قاطنين داخل هي المدن ومحتاجة لها دراسات كل حي وكل مدينة على حدة. هي واحد. بالنسبة لموضوع تاني اللي أنا كتير بيؤرقني، وأنا ابن السوق هم بالكويت وعم بحتك بمعماريين قديمين وجداد، وبيأسفني بأنه شوف كتير من المعماريين اللي يفتقروا للمعلومات البديهية في الميدان النظري المعماري. يعني اليوم أنا بالبداية كنت بتفاجأ بس صارت كتير عادية هلأ بالنسبة لي بأنه شوف مثلا معماري مو سمعان عن الكربوزية،
شوف انه مهندس متخرج ما بيعرف شو هي البوست مودرن موفمنت، شغلات كثير اساسيه بديهيه وللاسف يعني عم نشوفها. ولسه من مده بسيطه احتكيت مع معماري مصري مو سمعان عن حسن فتحي، كيف لا تسالوني، بس في فالصوره قاتمه السواد. وانا يعني بشكر كمان عمر بانه هيك شوي يعني عم بيساعد على انه المحاضرات هي تصير في متناول الناس، يعني بحيث انه الناس شوي تتنور وشوي شوي نقدر نحن نتجاوز هالمشكله هالاشكاليه اللي عم بتصير. محاضرتك دكتور مثل العاده انت ابهرتنا، محاضر دكتور حبيب يعني، ومحاضره نخبويه الى ابعد حد، وانا محتاج اني احضرها مرة تانية وأقرأ كل الكتابات اللي أنت كنت كاتبهم كلمة كلمة، وبدي أتواصل معك مباشرة من بعدها لأنه أكيد يعني رح يكون في عندي أسئلة كتير كتيرة. وشكرا. يعطيك العافية. شكرا دكتور. كنت مرة بعمل بحث عن إيه أكثر آثار مخيبة للآمال على مستوى العالم، فطلع أكثر آثار مخيبة للآمال رقم واحد الهرم، الهرم الأكبر، رغم أنه المفروض يكون أحسن آثار، بس هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت ودكتورة نادي قالت ان يعني في مشاكل كتيره جدا جدا تخلي فعلا الهرم رغم عظمته الناس اللي زارته اصيبت بخيبه امل. ابسط حاجه مفيش وجود الحمامات، مفيش مسار الواحد يروحه من غير ما يعدي على الزحمه، يعني المفروض يبقى في مثلا مطار معين او طريق خاص من المطار اللي هناك، مفيش المفروض ما بقاش في ماكدونالدز وكنتاكي جنبيه. يعني في مصر زي ما باشمهندس رافي ذكر ان المدن اتبنت على مراحل، فاحنا عندنا مثلا حاجات فرعونيه، حاجات رومانيه، حاجات اغريقيه، عندنا مثلا اهم اثار في المسيحيه موجوده في مصر تمام، زي سبع كنايس مثلا، وجنبيهم على طول بالله معبد ابن عزرا اللي هو كان كنيسه وبعد كده اشتروها وحولوها لمعبد يهودي، عندها ايه مسجد عمرو بن العاص، يعني مجمع اديان متكامل روعه غير في القدم، لان كما يقال ان سيدنا عيسى او يسوع زار الكنيسه ديت وقعد فيها الكنيسه المعلقه، رغم كده ان لو حد راحها مش هيبقى مبسوط، يعني انا رحتها وجميله جدا وكل حاجه، بس طريقه الوصول ليها ممكن تروح تلاقي الشوارع غير مرصوفه وفي مشاكل كثيره جدا، فمحتاجين وعي بسيط جدا، يعني هندفع مبلغ بسيط هنلاقي مردود كبير جدا في السياحه، يعني دلوقتي في بعض الدول في الخليج بدأت تهتم بموضوع ان يبقى فيه سياحه وبتدفع مليارات عشان تجيب سياحه، احنا عايزين بس ندفع قروش بسيطه جدا ونظبط بس طريق، نظبط اي حد يجي الدول العربيه يلاقي بس ورقه بسيطه خالص بتقول له اهم الاماكن السياحيه اللي موجوده وشويه حاجه بسيطه جدا نقدر نحصل على مليارات اللي من فقط السياحه، لان الاثار جاهزه والناس كلها مستنياها والناس كلها نفسها تروح الاماكن اللي هي سواء عندنا مثلا يعني تركيا عندها مثلا مسجد الكبير وكده، احنا عندنا مسجد حسن سلطان حسن والرفاعي، في اثار مسلمين ومسيحيين ويهود وكل حد عذرها، بس محتاجين وعي الشعب باهميه الحاجات الاثريه دي. وشكرا جزيلا. الله يشتعل، الله يشتعل، والله اللي مطلوب مش وعي الشعب فقط، بدك وعي المسؤولين، وعي الجهات المسؤولة. يعني أنا رحت على الأهرامات وكان مناي أروح على مصر وعلى الأهرامات، وتحقق هذا الإشي يعني من سنتين، اتفاجأت جدا جدا جدا. أنا بالنسبة إلي بذهني إنه الأهرامات وكأنها هيك في مكان بعيد، يعني إلها يعني أجواءها. أنا اللي تفاجأته إنه السيارة اللي نزلت منها يعني عمليا نزلتني عند الهرم، يعني الإيربان إكسبانشن أو الامتداد والتوسع العمراني يعني هاجم على المنطقة وواصل لحد الأهرامات تماما، يعني في مبنى قريب جدا جدا، يعني أنت بتوصل هنا والطريق المزفت واصل. أنا يعني زي ما تقول صدمة عمري كانت لما إنه لقيت إنه السيارات بتدخل بتوصل للهرم والمباني جنب الهرم. طب هذا كان لازم يعملوا منطقة حوله يعني على بعد كيلومترات، هذه ما يوصلهاش التوسع العمراني بهذه الطريقة هاي
يعني اللي مش منظمة ومش مدروسة. هذا عادات عن الخدمات والأشياء اللي مش متوفرة، ولكن فعلا هي منطقة بوصل، بشوف الواحد لما بوصل ما بشعر مش إنها منطقة مهملة، لا بشعر إنها منطقة مستباحة. هيك بالضبط أنا كان شعوري، هذه منطقة مستباحة وما في أي نوع من الاحترام لهذا التراث اللي هو خلينا نقول من أغنى المواقع في العالم، يعني شيء مميز جدا. هو كنائس عندك مليون كنيسة في مليون محل، عندك جوامع كذلك الأمر، بس الأهرامات مش متكررة، ومع هيك ما حسيت في احترام إلها. مشكلة. شكلنا قاعدين صباح. يلا لكن. منكم. يعني أنا بدي أشكركم جميعاً، وبدي أشكر عمر بشكل خاص، بدي أشكر الجميع اليوم، وخاصة زملائنا من كل هالعالم العربي اللي اجتمعنا اليوم، والأصدقاء وغير الأصدقاء اللي تعرفنا عليهم. وما بدي يعني حاولت اليوم إنه أكون كثف، خاصة قديش لأنه الهم كبير والعمل كتير مساحته الزمنية قدامنا، الشغل كتير. وبتمنى لهذه الأمة، لشعبنا أو لشعوبنا، أن تخرج من أزماتها، وأن ينتهي زمن الكوليرا وزمن الكورونا. مش بس الكورونا كصحة، الكورونا كأمراض اجتماعية وأمراض اقتصادية، لنذهب إلى فسحة الأمل الحقيقية ببناء عالم جميل وعالم ممتع، ونحن هكذا وشعوبنا تستحق، وعلى رأسنا الشعب الفلسطيني العظيم، على رأسنا ورأس جدودنا يعني. والله صحيح استمتعنا بهذا اللقاء، استمتعت بهذا اللقاء. نحكي نادية، نحكي أوكي، بنحكي، بنبقى على تواصل إن شاء الله، بنرتب أشياء ثانية. وأي وقت تشرفونا يعني. يلا إلى اللقاء، ومرة تانية شكرا عمر. شكرا يا عمر، شكرا بحشان صوت. شكرا. بشار شكرا جزيلا على حضورك. شكرا جزيلا. نشكر هذه الفرصة. مع السلامة. مع السلامة.